باقي هذا صاحب السؤال هذا عاود القضيه ديال الجن والصارع ودوك الخريف مع الاسف باقي هذا عاود حنا هذا موضوع في الدين يا اخي الكريم. يعني راه دائما باش نقول هذا الكلام هذا ما لا ينكر احد المس لا ينكر واحد لا ينكر احد الجن راه اللي كينكر الجن راه كافر بالله لانه راه النصوص القرانيه متواتره في هذا الشيء راه واضح جدا. ولكن راه المسلمين من اهل الجهل والدجلي كيزيدوا فيه. دابا هاد الهضره هادي دابا فيه قال لك اسيدي مشدود بخمسة الشياطين من الجن واش شفتهم حسبهم ما كاين اي دليل علمي اللي كيتب هاد الشيء هذا. انا عارف الناس كيجيبوا هاد الشيء راه يعني استغفر الله حتى كيتب هذا الموضوع تطيبني وقنطني كيبدا يستنطق هذاك المريض شحال نتوما نحن سبعه من تكلم معك قال لك كيبدل الصوت ومن بعد كيبدل الصوت الاحوال النفسيه دابا باش كيوقع الانسان شنو واحد الظاهره ما كيفهمهاش كيبقى في السلام ما عندكش الحق علميا العلم شنو هو تقول ما نعرف لا ادري تبدل الصوت انت كدير اثبات لا يثبت الشيء الا بدليله فخصك ادله اثبات ان تغير الصوت يعني تغير الاشخاص ما عندكش دليل علمي ما عندكش غير كتخيل قال لك هو نفرضه شيطان فعلا كذوب صدقك عندك انت سيدنا محمد دابا قال لك صدقك اذن راه هذه من الصح ديالو وهو كذوب فما عندكش ادنى دليل علمي من كتاب الله وسنه ورسول الله لاثبات هذا والعقل يرفضه بعد الكتاب والسنه. الاخوان الكرام هذا الشيء هذه القضيه ديال الجن يجب ان لا يتجاوز فيها كتاب الله وسنه رسول الله خلونا من اقوال الرجال ولو كان فلان كما بغى يكون كاين شي دليل من الكتاب ومن السنه اصحيح صريح خليني من نفهم تأويلات صحيح يعني سنة صحيحة القرآن راه ثبت كله بالتواتر صحيح وصريح ماشي تقول لي ودي الآية هل فهمنا هذيك فهمتك أنت كما تكلمنا على الحديث المرة الأخرى ديال إن الشيطان يجري من بني آدم من جرى الدم في العروق قال لك راه الشيطان كيجري في الدم هذا غلط لغوي وتكلمنا عليه مرة أخرى يجري من بني آدم ما كيفهموش العربية هذه المشكلة ديال هاد الناس يجري من ابن آدم مجرى هذا منصوب بنزع الخافض يعني يجري من ابن آدم كمجرى الدم في العروق كمجرى منصوب بنزع الخافض كمجرى الدم راه الشيطان كيجري فيك كيما الدم كيجري فيك أين يجري في النفسي والأدلة من الكتاب والسنة على أنه يجري في النفسي لا في البدن صحيح كاين تلامس بين النفسي والبدني ولكن كي داير دابا حنا كنبداو نفهموا بان النفس راه كتجري في وسط البدن وهي هنا وهي هنا هذا علم غيب ليس عندنا طبيعه وجود النفس في البدن مغيبه ولا دليل من الكتاب والسنه اللي كتعطينا التفاصيل تعطينا هيئه النفس يعني الفورما هيئه النفس في البدن ما عندناش عندنا حاجه واحده ان النفس في البدن زيد ما عندكش لما تبقى تزيد الخريف على الأسف يا خرجوا من هذا الشيء يا إخوان الكرام الله يعطيكم الخير نهتموا بالعمران الباد الإنساني احنا واحدين مع بنادم مش مع الجن كل واحد خلق الله يدير شغله هما شغلهم وحنا شغلنا تلك أمة قد خالت هما شغلهم يتحسبوا على حسابهم وحنا نتحسبوا لسنا مكلفين بهم ولا مكلفون بنا ولا جعل الله بيننا وبينهم علاقة إطلاقا لا بيع لا شراء لا زواج لا شيء كله خريب في أخت جابني هذه الأيام هذه قال نزوج بها جني ما أنزل الله بهذا من سلطان ولا صحة ولا يعقل عقلا لا يعقل عقلا إن غير كتختلف البنية الفيزيولوجية ديال الكائنات الحية مستحيل التزاوج وإلا راه الحيوانات اللي متشابهة تزاوج بيناتها هو غير موجود ولا يتزوجوا القردة مع بني آدم هو غير ممكن يعني خلي الله تعالى خاطب العقول عباد الله الله تعالى خاطب أولي الباب واللي ناقص عقله راه غير مكلف شرعا والأحكام أنيطت بالعقول وإذا تخلف العقل رفع التكليف